بل قال بعض العلماء أن التوكل هو من معالي درجات المقربين. هذا التوكل من معالي درجات المقربين لأنه ليس أمرا سهلا. ثم نعود إلى ما يقرأه القارئ. لماذا التوكل مراتب المتوكلين تتفاوت؟ لأن التوكل هو إيماني، هو إيماني اعتقادي. يعني التوكل هو شعور، إحساس، اعتقاد، إيمان في القلب، وليس هي من عمل الجوارح. أن تقرأ القرآن هي تلاوة، لسانك تتحرك. أن تساعد غيرك بجوارحك هي جوارح تتحرك. أما التوكل نعم، هذا شعور، هذا إحساس، فهذا إيماني في القلب. والإيمان دائما طبعا يكون بالشيء الذي هو في الغيب غالبا. أن يؤمن المؤمن بأمور غيبية، أمور الآخرة، أمور المعاد، كلها غيبية، ما تراه، ما تراها هذه العين الجارحة، ولكن تراها العين البصيرة بإيمانها. المتقين في درجة التوكل يتفاوت. فالتوكل هو منزل من منازل الدين، ومرتبة ومقام من مقام المؤمنين. هذا ليس أمرا سهلا. بل قال بعض العلماء أن التوكل هو من معالي درجات المقربين. هذا التوكل من معالي درجات المقربين لأنه ليس أمرا سهلا. ثم نعود إلى ما يقرأه القارئ. لماذا التوكل مراتب المتوكلين تتفاوت؟ لأن التوكل هو إيماني، هو إيماني اعتقادي. يعني التوكل هو شعور، إحساس، اعتقاد، إيمان في القلب، وليس هي من عمل الجوارح. أن تقرأ القرآن هي تلاوة، لسانك تتحرك. أن تساعد غيرك بجوارحك هي جوارح تتحرك. أما التوكل نعم، هذا شعور، هذا إحساس، فهذا إيماني في القلب. والإيمان دائما طبعا يكون بالشيء الذي هو في الغيب غالبا. أن يؤمن المؤمن بأمور غيبية، أمور الآخرة، أمور المعاد، كلها غيبية، ما تراه، ما تراها هذه العين الجارحة، ولكن تراها العين البصيرة بإيمانها. فالذي قرأ كثيرا من هذا العلم وبورك في علمه كان له بابا مفتوحا في إيمانه. وكلما زاد، كلما زاد هذا الفتح، كلما زاد هذا العلم كلما زاد. فمن فتح الله عليه من العلم شبرا، فالله هيأ له من الإيمان شبرا. وإذا فتح الله، ومن فتح الله عليه ميلا، فتح الله وهيأ الله في الإيمان له ميل. وهكذا كلما يفتح عليه في العلم أكثر، كذلك يتبعه هذا الإيمان. كلما يزيد علمه وبورك فيه يزيد إيمان. وهذا التوكل هو من الإيمان. كلما زاد علمه كلما زاد توكله. مثل الولد الذي عرف أن والده هو الذي سوف يغنيه، وهو يحبه، وهو مهتم به. الولد إذا عرف ذلك كان وبالتأكيد سوف
يعتمد على هذا الوالد في أموره، لأنه عرف أنه أن والده سوف يقوم بأموره، بطعامه وشرابه ولباسه وكسوته. الولد الذي عرف ذلك سوف يعتمد ولا يشغل نفسه بأمور، لكن الولد الذي ما لا يعرف اهتمام والده به، هذا الذي سوف يجول في عقله أنه لا بد من العمل، لا بد من زيادة جهد حتى يأكل وحتى يشرب. هكذا كذلك العبد الذي عرف أن له ربا يطعمه ويسكيه ويكسوه ويفعل له ما يشاء وما يحتاج، فهو لابد أن يعتمد عليه. طبعا كما قلنا مرارا أن التوكل هذا درجة، ولكن الأخذ بالاختيار هذا واجب، وتركه خرق لسنة الله سبحانه وتعالى. فهذا باب، التوكل باب، وهذا منزلة، هذا مقام، ولكن التوكل الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم بسورة صحيحة. والتوكل كما قلنا عندما تتفاوت مقامات التوكل يتفاوت كذلك أساليب المتكلين في توكلهم. فالمتكلين المتكلون في المقامات الأول طبعا يحتاج إلى سورة صحيحة في التوكل، فيعتمد على الله سبحانه وتعالى ولكن مع الأخذ بالأسباب. هذا مقامات المتكلين غالبا، حتى إذا ارتسمت صورة هذا التوكل تماما في قلبه وفي نفسه يرتقي هذا الرجل إلى مقامات أخرى علوية من المقامات السلفية. فعندما وصل هذا العبد إلى مقامات علوية في التوكل، هنا يبلغ العبد إلى مقام التجرد. في مقام التجرد لا يعتمد على الله، لا يعتمد على شيء إلا على الله سبحانه وتعالى، بل يتجرد عن الأسباب، يتجرد، يترك الأسباب، كما أن الأسباب هي، كما أن الأخذ بالأسباب هي واجب، هو واجب ومتم لمعنى التوكل، ولكن لمن بلغ مقام التجرد هذا العبد في هذا المقام تعدى هذا المقام، تعدى، تجاوز هذا العالم السفلي إلى العالم العلوي. ربما يحكى في بعض الكتب أن رجلا دخل في الاستلام سنة أو سنتين وهو في سجوده لا يأكل ولا يشرب، طبعا في سجود، ولكنه قام من سجوده بعد سنتين. كيف هذا يقوم؟ متى يأكل؟ متى يشرب؟ كيف يعيش؟ هذا الذي بلغ إلى مقام التجرد، وهذا موجود ومذكور في كتب الصالحين، حكاياتهم معروفة. فنعود مرة أخرى أن التوكل هي منزلة وهي مقام، ولكن يحتاج إلى التدرب للعبد الذي يريد من في هذه الحياة السعادة الحقيقية في الدنيا إلى الآخرة. عليه أن يدرب نفسه على هذا المعنى، على معنى في التوكل بصورة صحيحة، وهي أن التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، والاعتقاد على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقه، هو الذي يرزقه، هو الذي يطعمه ويسكيه، وهو الذي يكسوه، وهو الذي يقضي وطره، هو الذي يقضي حاجته، وهو الأحد الصمد. فيعتمد على الله في جميع أمور كله مع أخذه بالأسباب، حتى لا يخرق سنة الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون عليها. فهذه التوكل الصحيح. فكما قلنا المعاني الإيمان
معاني الإسلام لا بد من غرسها في الإنسان منذ طفولته. وهذا كثيرا ما نذكره للجميع، أن الإنسان كل مولود يولد على فطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فكل مولود يولد على فطرة، من الذي يقوم بدور مهم في تربية أو في تنشئة الأجيال؟ الأبوان، فأبواه يهودانه. إذا أراد، إذا تساهل، إذا لم يهتم، فالولد سوف يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو ليبراليا أو لا أخلاقي أو لا أدب أو شرير. كل ذلك إذا تخلى الأبوان عن تربية الأولاد وعن غرس معاني الإسلام والإيمان في أولادهم منذ الطفولة. فهذا معنى هذا الحديث، أن فأبواه يهودانه، أي إذا أهمل بتربيتهم، وإذا لم يهتم بأمور تربيتهم، وإذا تخلى عن تربية أولادهم وغرس معاني الإسلام والإيمان في أولادهم، فينشؤون لا إسلام أو لا أخلاق أو لا اعتقاد صحيح. هذا كله بسبب عدم اهتمام الأبوين. لذلك الدور المهم في نشأ الجيل الصحيح، الجيل السليم، هو يبدأ من الشباب.